أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نيلاه هدوما إزيا نين قمنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن النساء خديجة رضي الله عنها. أري أمر في فاف كسا يا خديجة في فاف هدوا تنين قمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أمروا سازلا زانيا يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسند هدوا نين قمنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العبيد بلال بن رباح. رضي الله عنه. أري أمره أن ديفو يا بلال بن رباح نفودون دين قمنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام ينتشر. نمون كان بريدة كان مفهوم الإسلام. ويدخل الناس في هذا الدين. نمون كان يتجا يقول ما عبد مار من تفهم الإسلام إذن. وأكثر من دخل في الإسلام الضعفاء. أري أمره أن يقول زيد تناط في الإسلام تيرول زسجيرا ناس يقول زيا أوروسا. شيئا فشيئا حتى قوي الإسلام. هذا في رجال سكيلتي في الإسلام ذا كان ممكن أن تنزل سكيلتي.